من 8 جنيه ل 10 جنيه ل 15 جنيه ل 20 جنيه. طبعا انا في الناس اللي هي الموظفين ديت واخد بالك انت بتبقى طبعا على قد المجهود بتاعهم، اما نسبه البلح قليله. اما بالنسبه لاسعار البلح طبعا كذا سعر وكذا نوع، في جنديله، في سكوتي، في حاجه اسمها ورد الخدود، في عيون ليل العلو، في جنديله، في برموضه، في يعني حوالي عن مش اقل من 50 سم. طبعا كل حجره وليها اجره. بالنسبه هنا عندنا بلح للناس اللي هي الموظفين، يعني بلح اقتصاد، يعني كل الناس، الفقير بياكل والغني بياكل. طبعا كل حاجه درجات. طبعا احنا عندنا حتى قدامك كده على بالنسبه للبلح بيبان في ملمس، يعني في بلحه مثلا تحس كده ان انت بتاكل حتتين مليانه لحم تمسكها نوايا. نصيحه لكل مواطن يشتري البلحه، يفتح البلحه، اهم حاجه البلحه ما تكونش مسوسه. البلحه طول ما هي مش مسوسه بقيمتها درجه الجفاف اللي فيها بتكون اعلى من كده، وتكون احلى وطعمها احلى والسعرات الحراريه اللي فيها ايه احلى. الشاميه البيضه ب 10 ب 12 جنيه، والسكوت ب 25 جنيه، والبرطمونه ب 30 جنيه، والجردقونة ب 15، البلح العينات ب 25، الشاميه ب 10 ب 15 جنيه. البلحه اقول لك على جودتها ازاي، البلحه بتبان في ايدك سواء كانت وحشه او مليحه. المواطن بيجي ياخد مثلا 5 كيلو بلح، بيكسر بلحه من دي ويكسر بلحه من دي، البلحه اللي تبقى طعمها حلو ببقه هو اللي يقول لك عايز من دي. عندنا حضرتك السكوتي والشاميه والمرغلي، انظف انواع البلح حضرتك، فيه ب 10 جنيه، فيه ب 15، فيه ب 20. بلح يعني معلش عليها بلح حضرتك، والبلح القرش والبلح الاماني وكله يعني بلح شهر رمضان علينا وعليك بالخير، بلحه الناس تاكلها بالهنا والشف كتير. والاسعار السنه دي يعني بص مش عاوز اقول لك منخفضه منخفضه منخفضه، الاسعار حلوه. يعني انا ببيع بلح ب 8 جنيه، عندنا قمر الدين لفه القمر الدين ب 7 جنيه.